مشاهدينا نشرة العاشرة من قناة النيل الأخبار، وإلى التفاصيل، حيث عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الآذري إلهام عليف بمقر القصر الرئاسي في العاصمة باكو، وذلك لبحث دعم مسيرة التعاون الثنائي بين مصر وأذربيجان. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء والمواساة للرئيس أذربيجان في ضحايا حادث إطلاق النار على السفارة الآذرية في طهران، متمنيا سيادته الشفاء العاجل للمصابين. وأعرب الرئيس السيسي عن التضامن مع أذربيجان في هذا الحادث الأليم الذي يؤكد مرة أخرى على أهمية نبذ التطرف والعنف والإرهاب. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ طارق الصنوطي، نائب مدير تحرير الأهرام والمتخصص بالشأن الآسيوي. أستاذ طارق، تحياتي في البداية لحضرتك. أهلا وسهلا. يعني قراءة حضرتك لأهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأذربيجان في هذا التوقيت ودورها في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بشتى المجالات. أولا، هذه الزيارة تأتي في توقيت هام للغاية. العالم يمر بأحداث صعبة للغاية، سواء اقتصاديا أو سياسيا، وهناك أزمات متلاحقة يشهدها العالم. هذه الزيارة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في سياق التوجه الذي انتهجه معالي الرئيس منذ أن تولى الحكم، أن ينفتح على كافة دول العالم وأن يتجه شرقا، وهي تأتي بعد زيارة مهمة قام بها فخامة الرئيس للهند. أذربيجان من الدول المهمة في آسيا الوسطى، ولها ثقل مهم وموقع استراتيجي بين دول مهمة، بين روسيا وبين تركيا وعدد وأرمينيا وجورجيا وعدد من الدول المختلفة، لها موقع استراتيجي هام. العلاقات بين مصر وبين أذربيجان بدأت في عام 1991 واستمرت في الصعود حتى هذه الزيارة المهمة. هذه الزيارة سيكون لها تأثير كبير جدا على علاقات البلدين. السيد الرئيس سيجري محادثات، الآن تتم هذه المحادثات مع نظير الآذري إلهام عليف. هذه المحادثات ستتناول الكثير من الموضوعات، في مقدمتها دعم التنسيق السياسي بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة، كيفية السعي إلى فتح آفاق استثمار جديدة، خاصة في وجود البنية الأساسية المهمة في مصر والقوية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وأيضا الموقع الجغرافي المتميز لمصر والموقع الجغرافي المتميز لأذربيجان. حجم التبادل التجاري بين البلدين ضعيف للغاية، لا يرقى لمستوى العلاقات السياسية بينهما، هو يصل إلى 42 مليون دولار، وهو رقم ضعيف مقارنة بالامكانيات بالضبط. يعني هذا التبادل التجاري يعتبر حجم متواضع جدا لحجم الدولتين، يعني مصر واذربيجان. الى اي مدى ترى اهميه هذه الزياره في انعكاس ذلك على اوجه التعاون الاقتصادي وزياده التبادل التجاري استاذ طارق؟ اولا، هذه الزياره سيكون لها انعكاس كبير جدا، لان الرئيسان سوف يتناولا كيفية دعم هذا التبادل التجاري وفتح آفاق استثمارية جديدة، خاصة كما ذكرت أن هناك مقومات قوية جدا لزيادة هذا التبادل التجاري بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بصناعات البترول والبتروكيماويات، وأن مصر مؤهلة للقيام بعملية تكرير البترول. لدينا أكبر شركات لتكرير البترول في الشرق الأوسط، وأذربيجان لديها استعداد لزيادة التعاون في هذا المجال. لدينا ايضا مناطق صناعيه كبيره جدا في منطقه قناه السويس وفي العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر وغيرها من المناطق. البنيه الاساسيه الموجوده في مصر مؤهله تماما لاستقبال استثمارات جديده من اذربيجان، وايضا لفتح الاسواق اذربيجان امام المنتجات المصريه. كل هذه الموضوعات ستكون محل مشاورات مهمه بين الرئيسين، وستكون هناك اليات جديده للتفعيل ودعم التبادل التجاري ليصل الى اعلى من هذا بكثير، ويعكس العلاقات القويه بين البلدين على مر هذه السنوات. نعم الاستاذ طارق
الصنوطي نائب مدير تحرير الأهرام والمتخصص بالشأن الآسيوي، شكرا جزيلا لك. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان، أعرب عن تطلع مصر لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة مع أذربيجان. استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته إلى أذربيجان بالاجتماع مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الآذريين وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد الآذري، إلى جانب حضور كل من السيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أعرب عن تطلع مصر لتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع رؤساء وممثلي الشركات الآذرية، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في عدد من المجالات، وتعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين. نتحول لتطورات الأوضاع الميدانية على أرض الواقع في الأراضي القدس المحتلة، حيث أعربت مصر عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية أمس، وأودى بحياة 7 أشخاص وأوقع عددا من الإصابات، مؤكدة في ذلك إدانتها لكافة العمليات التي تستهدف المدنيين. وحذرت مصر بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبة في الوقت ذاته بممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية، وذلك للتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزما ويقوض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام. أدانت الولايات المتحدة الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسا يهوديا في حي استيطاني بالقدس الشرقية، وأعربت عن تضامنها مع إسرائيل قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة، ومن التي من المقرر لها أن تبدأ غدا. يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه شرطة الاحتلال الإسرائيلي باعتقال شخصا بعد إطلاق النار أمام الكنيسة في القدس وتعزيز قواتها بكافة أنحاء الضفة الغربية. كان 7 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرون بجراح إثر قيام مسلح في 20 من عمره بإطلاق نار خارج معبد يهودي بحي استيطاني بمدينة القدس المحتلة. استمرار الاعتصام المفتوح للنائبين اللبنانيين نجات صليبة وملحم خلف داخل البرلمان للأسبوع الثاني احتجاجا على فشل النواب 11 مرة في انتخاب رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون في نهاية شهر أكتوبر، يعني غياب التوافق الداخلي والخارجي على اختيار خليفته واستمرار الفراغ الرئاسي، حيث تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية في ظل انهيار اقتصادي مزمن منذ عام 2019 جعل أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر.
ومنذ آخر جلسة للبرلمان في 19 من شهر يناير لم يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد جلسة انتخاب جديدة جراء توسع الخلافات الداخلية وتعطل أي مبادرة خارجية تدفع الأطراف اللبنانية إلى خطوات تسهل انتخاب الرئيس. وتفيد تقارير إخبارية أن هناك مرشحين أصبحا معروفين، هما سليمان فرنجيا مرشح حزب الله وحلفائه مع عدا التيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل، وميشال معوض الذي يدعمه الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية ومستقلون، إضافة إلى مرشح ثالث غير معلن حتى الآن هو قائد الجيش جوزيف عون. ويعمل باسيل على إيجاد مرشح آخر غير هؤلاء، ويسعى بلقاءاته وحواراته مع الزعماء السياسيين إلى طرح مرشح آخر يتم التوافق عليه. من جانبه يطالب حزب الله برئيس لا يطعن المقاومة وقادر على التواصل مع جميع القوى السياسية في لبنان وإدارة البلاد حسب تعبير أمينه العام حسن نصر الله. ويقول متابعون للشأن اللبناني إن الخلاف السياسي بين القوى ما زال كبيرا والحوار مقطوع بين كافة القوى السياسية، خاصة أن انتخاب الرئيس بحاجة إلى كلمة سر من خارج لبنان، موضحين أنه لم يقدم أي فريق تنازلا للآخر، معتبرين أنه في ظل عدم وجود اسم جامع لكل الفرقاء ووسط تمسك حزب الله وحلفائه بمرشحهم، فإن كل الحوارات الداخلية لم ولن تؤدي إلى أي نتيجة. على المستوى الخارجي فعلى ما يبدو ليست هناك ضغوط ولا اهتمام أو تبن لترشيح سواء من الأطراف العربية أو غيرها، بل هناك متابعة دون تبن حسب محللين. لفتوا إلى أن كلمة السر في انتخابات رئيس لبنان تأتي من الخارج، خاصة أن هذه الانتخابات بحاجة إلى تسوية، وأن قطبيها هذه المرة الولايات المتحدة وحلفاؤها من ناحية وإيران من ناحية أخرى، معتبرين أنه طالما لم يحصل أي خرق في جبهة واشنطن طهران فالموضوع اللبناني يبقى على ما هو عليه. يتوجه غدا الأحد نحو 8 ملايين تونسي لصناديق الاقتراع للمشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية. دورة ثانية من الانتخابات التشريعية تشهدها تونس يوم الأحد دعا إليها نحو 8 ملايين ناخب، ويتنافس فيها 262 مرشحا من بينهم 34 امرأة. هذه الجولة من الانتخابات تمثل إحدى المراحل الأخيرة في تأسيس نظام رئاسي يعمل الرئيس قيس سعيد على تثبيته بعد إقرار دستور جديد في يوليو 2022 إثر استفتاء شعبي تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان في مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها. ويتكون البرلمان التونسي من 161 نائبا، ليس بإمكانهم دستوريا منح الثقة للحكومة ولا توجيه لائحة لوم ضدها إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، كما لا يمكن للبرلمان عزل الرئيس. نظمت الدورة الأولى من الانتخابات النيابية التونسية في 17 من ديسمبر الماضي، وسجلت فيها نسبة مشاركة في حدود 11% وسط توقعات بأن تكون نسبة المشاركة ضعيفة في الجولة الثانية كما كانت عليه في الدورة الأولى. وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد باتخاذ خطوات فردية، الذي يؤكد أن كل ما اتخذه من إجراءات وقرارات كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من ركود اقتصادي ومشاحنات سياسية مستمرة لعدة سنوات، رافضا اتهامات المعارضة باستهدافها. في العاصمة الأوكرانية كييف، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده تخوض معارك شرسة بمدينة أوغلادار في مواجهة القوات الروسية.
الموقف على خط الجبهة وتحديدا في دونيتسك قرب بخموت وفوليدار ما زال متأججا. المحتلون لا يستهدفون مواقعنا فحسب، بل يدمرون وبشكل متواصل وممنهج تلك البلدات والقرى حولها بالمدفعية والغارات الجوية والصواريخ. الجيش الروسي لا تنقصه أدوات القتل ولا يمكن وقفه سوى بالقوة. مقاتلون الذين يتولون مهمة الدفاع في مواقع المعارك في دونيتسك أبطال حقيقيون. معارك شرسة تجري حول مدينة أوغليدار جنوب غرب مدينة دونياسك في إقليم دونباس التي يحاول الجيش الروسي اقتحامها دون أن يحرز أي تقدم حقيقي حتى الآن، حيث تواجه القوات الروسية مقاومة عنيفة وتنسحب بعد تكبدها خسائر كبيرة في كل مرة تحاول فيها السيطرة على المدينة حسب المسؤولين الأوكران. وكانت سلطات دونياسك الموالية لموسكو قالت إن القوات الروسية دخلت أوغليدار التي كان يسكنها 15,000 قبل الحرب وعززت مواقعها في ضواحيها، لكن الجيش الأوكراني أكد أن هذه المدينة تحت سيطرته. وتستخدم القوات الروسية راجمات من طراز توس 1 القادرة على إطلاق صواريخ محملة بوقود شديد الاختراق في محاولة للسيطرة على مدينة أوغليدار. وكانت أوكرانيا أعلنت في وقت سابق أن الجيش الروسي مدعوما بمجموعة فاغنر العسكرية يحشد قوات إضافية ويكثف هجماته في الشرق وسط توقعات أوكرانية بهجوم روسي واسع في الربيع. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة في معارك بمقاطعتي خرسون وزابوروجيا جنوبا. وفي محطة زابوروجيا النووية أبلغ خبراء وكالة الطاقة الذرية عن حدوث انفجارات قوية خارج المنشأة. وقال المدير العام للوكالة رافائيل كروسي إن ذلك يشير إلى اقتراب الأنشطة العسكرية من المحطة، لكن مسؤولا بإدارة مقاطعة زابوروجيا الموالية لروسيا نفى حدوث أي انفجارات قرب المحطة. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت ضربات صاروخية مكثفة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية، وأضافت أن هذه الضربات أصابت أهدافا لقطاع الدفاع الأوكراني وأن إحداها عطلت شحنة أسلحة غربية الصنع. في المقابل ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أنه خلال الموجة الجديدة من القصف نفذ الطيران الروسي 37 غارة، 17 منها بواسطة المسيرات الإيرانية، مؤكدة إسقاط كل المسيرات بالإضافة إلى 47 من مجموع 59 صاروخا روسيا. وقال رئيس الوزراء الأوكراني إن الضربات الروسية ألحقت أضرارا بخمس محطات كهرباء وسط وجنوب البلاد، مشيرا إلى أن كييف بحاجة إلى 17 مليار دولار لإصلاح منشآت الطاقة المتضررة. أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن هدف الولايات المتحدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا هو جعل موقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأكثر قوة في حال إجراء مفاوضات إنهاء الحرب في المستقبل. وجدد كيربي التأكيد على التزام بلاده بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة روسيا. طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس باعتماد مشروع إصلاح واسع النطاق للشرطة الأمريكية والذي يحمل اسم جورج فلويد، وذلك عقب اتهام القضاء الأمريكي 5 من رجال الشرطة بقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية بعد أيام من توقيفه مطلع الشهر الحالي، ليتجدد الجدل في الولايات المتحدة بشأن عنف الشرطة. مخاوف من توترات عنصرية قد تشهدها الولايات المتحدة بعد وفاة أمريكي أسود إثر توقيفه من قبل الشرطة في وقت دعا فيه الرئيس جو بايدن إلى الهدوء وطالب بتحقيق سريع في الحادث. ووجهت تهمة القتل إلى 5 من رجال الشرطة وأودعوا السجن إثر وفاة المواطن الأمريكي الأسود تيري نيكوز البالغ من العمر 29 عاما مطلع يناير الماضي بعد أيام من توقيفه.
وأعلن المدعي العام ستيف مودروي أن العناصر الخمسة وهم من شرطة مانفيس كبرى مدن ولاية تينيسي وجميعهم أمريكيون من أصل إفريقي اتهموا بالقتل والاعتداء بالضرب وحتى الخطف وتم إعفاؤهم من مهامهم وتوصل تحقيق داخلي إلى أنهم لجأوا إلى الاستخدام المفرط للقوة فيما لا يزال آخرون موضع تحقيق. بداية القضية تعود إلى 7 من يناير الجاري حين أراد الشرطيون اعتقال قال تيري لارتكابه مخالفة مرورية ليتم توقيفه حتى اشتكى مواجهة صعوبة في التنفس وأدخل إلى المستشفى ليتوفى بعد 3 أيام. ولا تزال تفاصيل عملية التوقيف غير واضحة إلا أن هناك مقطع فيديو يبين الوقائع تم عرضه أمام أقارب الضحية ومحاميه الذين أكدوا أنه تعرض للضرب دون توقف على مدى 3 دقائق لدرجة لم يعد بالإمكان التعرف عليه. وأطلقت القضية الجدل حول عنف الشرطة وأحدثت ضجة في الولايات المتحدة التي لا تزال متأثرة بمقتل جورج فلويد في مايو 2020 وما أحدثته من احتجاجات لحركة بلاك لايفز ماتر حياة السود مهمة ضد العنصرية وعنف الشرطة. رفض برلمان بيرو طلبا من الرئيسة دينا بولورات لتقريب موعد الانتخابات المقررة في أبريل 2024 إلى ديسمبر 2023 في وقت تتصاعد التظاهرات المناهضة لها والتي أودت بحياة العشرات. وقد نال المقترح خلال جلسة برلمانية 45 صوتا مؤيدا مقابل 65 صوتا معارضا فيما امتنع نائبان عن التصويت. وكانت رئيسة بيرو قد طالبت البرلمان بالموافقة على تقديم موعد الانتخابات العامة وذلك لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة. وتقود الرئيسة المؤقتة بيرو منذ أن تم عزل الرئيس السابق من البرلمان في ديسمبر الماضي وهو بيدرو كاسيو، وهو ما أدى لخروج تظاهرات عنيفة أسفرت عن وقوع ضحايا. أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هابكنز مقتل 3 أشخاص وفقدان آخر غداة فيضانات عاثت الخراب في أوكلاند أكبر مدن البلاد. وقال رئيس الوزراء إن الإدارات الحكومية تعمل بجهد كبير لمساعدة المدينة وتنسيق جهود الإغاثة، كما حثت الشرطة الناس على الاتصال بخدمات الطوارئ حينما يواجهون خطرا يهدد حياتهم. وقد تسببت الأحوال الجوية في إغلاق مؤقت لمطار المدينة وهو الأكبر في البلاد، ومن غير المتوقع استئناف الرحلات الدولية قبل الأحد. محليا، يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب أعمال وفعاليات دورته 54 والتي تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا. ثقافية مبهرة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 والذي شهد توافد أعداد كبيرة من الجمهور على أبوابه للاستمتاع بفعالياته وأنشطته المتنوعة بمشاركة 53 دولة وأكثر من 1000 ناشر مصري وعربي وأجنبي. فرصة كبيرة جدا ان احنا ناس كتيرة تتكلم، لان الكتاب ليه دور من وجهة نظري. مهما حصل ان في تكنولوجيا جديدة او حاجة، لا، الكتاب ليه دوره، وهو بجد مهم جدا في تحصيل المعرفة لكل الناس، لاولادنا الصغيرين وللناس الشباب كمان. في تنوع كتير في الكتب وفي الكتاب، وكل مرة انا بحس ان كل مرة في تطور عن المرة اللي قبلها، وهيفضل دايما الكتاب هو يعني السبيل الاجمل والابسط بصراحة للحصول على المعلومة والمعرفة. انا شفت في الجناح السعودي ان ما شاء الله بيعرفوا بكتاب الله من بدايه الطبع، بالنشر، حتى بالنسبه لاداء العمره عاملين حاجه مرئيه كده، ودي اول مره تحصل في معرض الكتاب السنه دي، يعني من بدايه من الطواف والسعي وكل مناسك الاحرام. العارضون يبدعون ويتنافسون في عرض احدث اصدارات الكتب بمختلف انواعها والتي تشبع رغبات الجمهور الثقافية والعلمية بأسعار مخفضة. الأسعار في المتوسط بتتوسط ما بين 75-80، بتوصل ل 200 و 250 في بعض الأسامي أو بعض العناوين أو بعض دور النشر. ولكن هقول لك تاني إن فعلا معظم دور النشر 90 أو 99% منهم عاملين خصومات بمبالغ كويسة جدا عشان الإقبال وعشان الموضوع يكون
في مرونة أكتر للشباب، في مرونة أكتر للقراءة، يساعد الناس على القراءة، فده شيء جميل جدا. في عروض كويسة والمشتري يعني مبسوط وراضي عن الحاجات اللي بيشتريها وبس. يستمر معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 حتى 6 فبراير، ويستقبل زواره من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء للمشاركة في أنشطته الثقافية المتنوعة. إقبال جماهيري كبير داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا الحدث الثقافي الذي ينتظره القراء كل عام يعكس اهتمام الجمهور بالكتاب، ليظل المعرض عبر منصاته وندواته وقاعاته حافظا للإبداع المصري والعربي. من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، أحمد ممدوح، أني. إذن انتهت مشاهدينا النشرة 10، ولم يبقى سوى التذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يعقد مباحثات قمة مع نظيره الآذري في باكو. بعد هجوم القدس الشرقية، مصر تعرب عن رفضها لكافة العمليات التي تستهدف المدنيين وتحذر من مخاطر التصعيد. ومعارك شرسة بين موسكو وكييف في مدينة أوغليدار، وواشنطن تؤكد أن دعمها العسكري لأوكرانيا يعزز قوتها حال إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا، زوروا موقعنا للإنترنت nile.eg. تحياتي.